حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم وصلنا إلى أجمل فقرة وإلى آخر فقرات برنامج 7 على 7. طبعاً فن النحت من أجمل الفنون وأقدمها منذ العصور. هذا الفن اللي أول ما بدأ الفن في عالمنا والبشر تعلمته كان يعتبر فن النحت. راح نتعرف على هذا الفن الجميل والرائع مع ضيف جميل ورائع في فقرة بانوراما، خلوكم ويانا. ورحب ضيفنا المميز الفنان التشكيلي عصام الدين عبد الوهاب المصري، وهو أستاذ فن النحت بأكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة. أهلا وسهلا فيك. حياك الله أخ عبد العزيز، سعداء بتواجدك معنا. الله يبارك فيك. اليوم لو تحدثنا عن فن النحت. المقاطعة، أنا مش الأستاذ النحت، أنا الطالب في الأكاديمية. أنت هذا تواضع منك، لكنك حتى لو كنت طالب فأنت أستاذ. تسلم. كم من طالب هو أستاذ. حياك الله. فأنت أستاذ، يعني أستاذ عصام، وعذرنا نسميك أستاذ وإن لم تكن أستاذ. نعم. في أكاديمية الفجيرة، فأنت أستاذ في فن النحت. حياك الله أستاذ عصام. نتعرف أكثر على فن النحت. فن النحت زي ما قلت هو فن مميز، هو يعني بيخرج الجمال والإبداع اللي عند الممارس. هو فن مثل الرسم، مثل النحت، أشكال كتيرة ومدارس كتيرة، وعبر العصور هو تطور عبر العصور وصار في منه الواقعي والتجريدي والوحشي والحاجات كتيرة على مر العصور. نعم. مثله مثل مدارس الرسم. جميل. كيف يعبر فن النحت عن روح الفنان أو عن الحالة الخاصة للفنان؟ يعني في الشعر أو الشاعر يعبر بالكلمات وتكون واضحة، غير من الفنون الرسم كذلك بالطريقة. هل فن النحت يعبر عن الحالة الداخلية للفنان؟ بالضبط، هو مثله مثل الشاعر. يعني الشاعر عنده الأداة تاعته، هو لسانه وإحساسه، كذلك الرسام إحساسه والفرشاة بتاعته، النحات الأداة اللي بيستخدمها أو صابعه وإيده وإحساسه. أول هو في اللي خلاه يبدع واللي خلاه ينحت هو إحساسه الداخلي اللي عايز يخرجه ويوريه للآخرين. جميل. نحن قاعد نشوف أشكال أمانة، الخيل اللي موجود هناك يمكن أكيد واضح على الكاميرا لو المصورين يأخذون عليه لقطة. الصعوبة في أنك أنت تعمل هذا العمل كيف تكون؟ هو في صعوبة، لكن أنت مع الممارسة بيصير الصعب سهل. وزي ما احنا قلنا إحساس. أنا الصراحة من عشاق، من محب الخيل من وأنا صغير، حتى أني أنا فارس ومارس الفروسية كذلك. وبالنسبة للخيل هو يعني يعبر عني جدا. عن الحب. جداً. جميل. الحب. الأشكال الأخرى اللي نشوفها، الأشكال هذه أشكال هندسية رائعة، أشكال فنية. هي هذه من أوائل الأعمال اللي سويتها في الأكاديمية، أكاديمية الفجيرة للفنون. نعم. وهذه تعتبر دروس بتسويها أنت عشان تصعد. يعني بعدها وقبل هذا العمل وأعمال أخرى كان في نماذج مثل الأنف تكون على كبير، العين على كبير، الفم، الأذن، عشان بعد هيك تسوي فجر ويد وجسم الإنسان كامل. بس ملامح الخيل أنا أشوفها بارزة كثيرة. يعني هذا هذا العمل اسمه ريليف أو ميدالية. هذا عمل مثل الجداريات الكبار هيك، بيكون فيه بروز النحت. نعم. بروز أو أنه يكون حفر للداخل. كم من الوقت يأخذ يعني؟ هذا على حسب المادة اللي أنت بتشتغل عليها، الخامة اللي بتشتغل عليها، وعلى حسب فنك أنت. يعني أنت قد إيش هتنجز الحصان هذا، كل ما تتمرس في العمل وفي كل ما يكون أسهل. كل ما يكون أسهل. جميل. لكن الخطوات تاعت الخامة نفسها بتاخد وقت. يعني هي كل خامة أو كل عمل في خامات معينة. بعض الخامات ممكن من الضروري أنها تأخذ أيام، في بعض الخامات ممكن في ساعات تخلص، وفي أسابيع وفي سنين. في أعمال تأخذ سنين. يعني مثلا العمل تاع النبي موسى لمايكل أنجلو أخذ 3.5 سنين. في أعمال أخرى تأخذ سنوات. لاحظنا كذلك عشان الصخر، إنما هذا طين. كذلك لاحظنا في مهرجان الفجيرة
في النسخة السابقة كان في عمل على الرسم، كان على أو أعمال فنية على الصخور، وكانت يعملون فيها، وكان العمل شاق وكان على مدار الساعة وما كان ينتهي إلا أنك تعمل يعني قبلها وتعمل بعدها كذلك، بتكون مراحل، وأحياناً تنتظر أنت العمل حتى ينشف، ويعني يخش من مرحلة لمرحلة، ومرحلة صباغة ومرحلة تعتيق. الآن أنا شغال على تمثال رأس ورقبة لحصان عربي، إن شاء الله بنشارك فيه باسم الأكاديمية، أكاديمية الفجيرة للفنون، في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية إن شاء الله بآخر 9 إن شاء الله. متشوقين إن نحن نشوف هذا العمل إن شاء الله. إن شاء الله. هل هناك أدوات خاصة غير الأدوات الخام، أدوات آلات ممكن تستخدم في الصنع أو في عمل فني معين؟ كل عمل وإله خامته الخاصة، يعني هذا الطين بتشتغل فيه مثلا بالمعدن مثل السكين وأصابعك وإيدك والسكين وخشب، لكن مثلا لو كان خشب، لو كان العمل خشب منحوتة خشبية بتشتغل فيه بالإزميل وكذلك الإزميل يختلف من الخشب للصخر، وكذلك فيه لسه خامة المعدن، كل إشي يختلف. وبعدين هذا، وبعدين الحين صار اللي أنت بتشتغل ويدوي صار فيه آلات، صار فيه اللي هو الدريل، هذا الدريمل مثلا، الحاجات الخفيفة هذه يختصر الوقت، يختصر وقت، يعمل دقة أكثر، صحيح؟ بس يحتاج أنك أنت الأول تصنع الفنان، تصنع الفنان يعني تخليه يشتغل في الطين الأول بإيد. موهبة هي من رب العالمين، لكن تسقل هي يعني. هي رغبة وتنقلب موهبة مع العمل، يعني مثل ما قالوا، لكن لو كان في رغبة وما في موهبة لا يمكن إجادة مثل هذه الأعمال، مستحيل. لا، الرغبة الأول، يعني أنا أعتقد أن ما فيش موهبة، الموهبة تأتي، يعني مثل ما يقولوا إيه، الممارسة أم المواهب، صحيح. فلا بد إلا أنك إذا أنت عندك رغبة في شيء وما مارست ما حتكون موهوب، لن تتقن العمل. نعم. هل في مدارس في الأعمال الفنية هذه؟ يعني مثلا في الشعر في مدارس كثيرة، في الشعر العمودي وغيره وغيره، هل في الأعمال الفنية هذه هناك مدارس يعني يتقنها الشخص، مثل مدرسة غربية، مدرسة شرقية وغيرها من الأمور؟ في مدارس كثيرة في ذا، يعني هو يبان هذا على المعابد وعلى الأعمال الفنية من قديم الأزل. سامعني على المقاطعة، هي ما يسمونه بالفن الأندلسي، هل هي ضمن النحت ولا هي بعيدة؟ الأندلسي ما بين مع النحت والرسم، مثل مثلا الفسيفساء. نعم. الفسيفساء تنتمي أكثر للرسم أو لشغل المزيك، اللي احنا الحين المزيك، لكن النحت اللي هو ما يعني اظن ان هو بس التماثيل والبروز مثل هيك، او النقش الداخلي يكون. أي. لما نسافر في بعض البلدان اللي لها حضاره، وخاصه كانت الحضاره القديمه مثل الدول اللي كان لها فيها حضاره، الدول الامويه والعباسيه، نشوف التماثيل الكبيره وتكون بارزه وشكلها جميل، هل هذه أي مدرسة تعتبر في الفنون يعني؟ والله أنا أعتقد إن مش مدرسة معينة. النحت يعني يمكن مش تابع للحضارة الإسلامية بقدر ما هو تابع للحضارات اللي قبل واللي بعد، يعني يمكن الحضارات الإسلامية ما اهتمت في زخرفة. النحت اهتمت في الزخرفة والخط العربي والفسيفساء، لكن ما كان فيها رسم، الرسم بعدين وقبل. جميل. إيه؟ جميل. أنت هل يعني حد من أسرتك، من أبنائك، أخذ هذه الموهبة من والدك؟ والله إن شاء الله في عندي بعض الأولاد هم متجهين في الرياضة، وفي بعضهم في الفنون، وكذلك أنا والدي كان خطاط وكان يعزف عود، ولي أخويا الكبير كذلك برضو خطاط ورسام. لهذا السبب أخذت منهم الموهبة؟ والله أنا من زمان وأنا متجه في الرياضة، لكن الآن أنا متجه للفن بالكلية، وحالياً أنا مشترك في النحت والرسم والخط العربي. جمعت كل هذه، الخط العربي من والدك؟
يمكن هو الرسم من اخويا. هل يخبى لنا عصام في الايام القادمه غير العمل اللي راح يشارك فيه ان شاء الله تعالى في ابو ظبي اعمال اخرى؟ ان شاء الله ان شاء الله حاجات كويسه ان شاء الله. احنا استمتعنا بهذا اللقاء معك الجميل واللطيف، واستمتعنا بهذه المناظر الجميله. الله يبارك. وان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله، ونشوف العمل اللي نحن متشوقين له للخيل العربي ان شاء الله. وانا يعني الصراحه بدي اشكر الصراحه الفرصه الكبيره اللي اتيحت هنا في الفجيره عن طريق اللي أتاحها الشيخ محمد بن حمد الشرقي، لأنه أنا من زمان وأنا أسعى أني أنا أتعلم، وحتى سعيت أني أنا أتعلم أونلاين، لكن الأونلاين ما بيعلمش مثل لما يكون أتاح متواجد. الأكاديمية الفجيرة يمكن من زيادة عن سنتين، ما يقرب من 3 سنين، فأنا من أول ما عرفت فعلا اشتركت في الرسم والخط والنحت. وكذلك ما شاء الله نشكر مدير الأكاديمية أستاذ علي عبيد اللي هو يعني لا يألو جهدا، متعاون مع الجميع جداً. والأكاديمية في تطور مستمر، والكادر الأكاديمي فيها والإداري صراحة بيوفروا كل شيء صراحة. نحن استمتعنا بهذا، نعتذر لضيق الوقت أستاذ عصام. شكرا لك عصام الدين عبد الوهاب المصري، فنان تشكيلي، وإن شاء الله لنا لقاءات. شكرا لك. شكرا أخي. مشاهدين الكرام، شكرا لكم، عمتم مساءً.